السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على إعادة الإعمار. إعادة الإعمار هي عملية إعادة بناء وإصلاح الأضرار اللي لحقت بدولة أو مجتمع بعد صراع، ممكن يكون حرب أو كارثة طبيعية زي زلزال أو فيضان، وممكن يشمل إعادة بناء للبنية التحتية زي الطرق والمباني والمرافق العامة، وكذلك إعادة تأهيل الأفراد والمجتمعات المتضررة. ممكن إعادة الإعمار دي يكون مساعدات دولية أو تمويل حكومي أو جهود محلية، ممكن تكون معقدة وطويلة الأجل، ممكن تكون فيها مشاكل أو تحديات زي الافتقار إلى الموارد والنزاعات السياسية، أو يكون في طرف آخر بيمنع دخول مواد معينة زي ملكيان بيمنع دخول الحديد وبعض المواد اللي بنبني بيها لقطاع غزة. طيب إيه أهداف إعادة الإعمار؟ استعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي، إعادة بناء البنية التحتية الأساسية، إعادة تأهيل الأفراد والمجتمعات المتضررة، تعزيز السلام والتنمية المستدامة. طيب هل في تحديات؟ في تحديات طبعا زي النقص في الموارد، ممكن تكون العملية مكلفة، ممكن تكون الموارد مش مكفية، ممكن تكون في نزاعات سياسية تأجل أو تعيق إعادة الإعمار، ممكن الممارسات إعادة الإعمار تكون غير متوافقة مع الثقافة والقيم، فهي مش قادرة تفهم احتياجات السكان المحليين فتواجه بعض التعارضات. طيب لما نيجي نتكلم على إعادة التعمير بنلاقي فيه أفكار كتيرة جدا، فلازم واحنا بنفكر يكون عندنا الواقعية، تمام، ما بلاش حلول خيالية مش هينفع تنفذ. الكفاءة نضمن إن الحلول دي لإعادة الإعمار تكون فعالة من حيث التكلفة وبتوفر قيمة مقابل الاستثمار. لازم تكون القادرة على تحقيق الأهداف بأقل قدر من الموارد، زي إن احنا نعتمد على مواد محلية زي التراب والأحجار والأخشاب، المواد الموجودة في المكان. يعني فكر المهندس حسن فتحي، انظر تحت قدميك وابني، هو ده اللي هيفيد في إعادة الإعمار، لأن ممكن تكون موجود في مكان ممنوع إن أنت تستورد مواد من بره، أو صعب إن أنت تستورد موارد من بره نتيجة لحصار أو شيء من ذلك. الموائمة إن يكون الحلول لإعادة الإعمار متوافقة مع السياق المحلي والاحتياجات المحددة للمجتمعات المتضررة. لازم تراعي العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للمنطقة، ما تفرضش حاجة نفعت في مكان لمكان تاني ممكن ميكونش مناسب. ممكن يكون المكان ده انت مثلا عامل حل لأماكن ما فيهاش مطر، لو حطيت مكان فيه مطر المباني اللي انت تبنيها تتهد. طيب في حاجة تانية برضو بعد الموائمة، الاستدامة. لازم تكون الحلول دي تقدر تفضل معاك فترة طويلة وقابلة للتطوير وقابلة للتكييف، نقدر مثلا نفك المباني دي ونحطها في أماكن تانية. البساطة ده شرط لإعادة الإعمار على أساس تكون قابلة للتطبيق وإن حتى السكان المحليين يقدروا يتعاونوا معانا فيها. فاحنا ممكن نحقق الكفاءة ديت من خلال ان احنا نستخدم مواد بناء محلية وتقنيات بناء تقليدية. الموائمة ان احنا بنشارك المجتمعات المحلية في التخطيط واتخاذ القرار. الاستدامة ان احنا بنستخدم مواد صديقة للبيئة. البساطة بان احنا نستخدم لغة واضحة ومباشرة في خطط اعادة التعمير. طيب ايه اهم العناصر اللي احنا لازم نعملها في اعادة التعمير؟ اول حاجة الايواء العاجل، ده جزء منفصل تماما على هنتكلم بعد كده. يعني عايزين حلول مؤقتة، عايزين حلول دلوقتي. يعني ممكن تكون انت عايز تبني لهم مدينة كاملة، لكن دلوقتي هم قاعدين في الشارع، فلازم توجد لهم أماكن يعيشوا فيها. ممكن تبقى فيه خيام، بس نلاحظ إن في أنواع من الخيام بتبقى مثلا 4×4 متر، بس هي على شكل هرمي فبتضيع لك المساحة. تبقى المساحة بعد كده 2 متر في 2 متر، انت ضيعت 3/4 المساحة بسبب التصميم بتاع الخيمة السيء. انما لما يكون بالشكل دوت هيكون قايمة كده هيقدروا يستفادوا من المساحة كلها. اللواء العاجل، توفير المأوى، المأوى الأساسي للأشخاص المتضررين من الصراع، لازم يكون آمن ومريح وملائم للاحتياجات الثقافية والاجتماعية للأشخاص المتضررين. اللواء العاجل ضروري لضمان سلامة الأشخاص المتضررين من الصراع أو كارثة طبيعية. ممكن ما يموتش من الحرب، لكن يموت نتيجة ان هو مش لاقي مأوى ليه. ممكن تمنع اصابته بالامراض والاصابات وتوفر راحة ودعم اجتماعي.
فالعناصر الأساسية اللي احنا بنفكر فيها المأوى المائي والغذائي والصرف الصحي، توفير أماكن للنوم والمأوى من الطقس، توفير أماكن للتجمع والدعم الاجتماعي. ونقدر نستفاد من تجارب المهندس حسن فتحي والمهندس نادر خليل، لأنهم اعتمدوا على المواد الخام وانظر تحت قدميك وابني. وممكن نستخدم طبعا ثلاثية الأبعاد، أنت ممكن تبني مباني كبيرة جدا من خلال طبعا ثلاثية الأبعاد، دلوقتي بتبني مباني كاملة. وممكن تبني بالطوب الني او بالمواد الخام الموجوده في المكان، مش لازم تروح تستورد طينه، لا هي المواد الخام حسب لو موجود في بيئه صخريه ابني بحاجه صخريه. طيب بعد كده الايواء الامن على المدى الطويل، عايزين بعد كده خلاص احنا عملنا اماكن يقعدوا فيها الفتره لحد ما يتم البناء، هنبدا نعمل ايواء امن على المدى الطويل. لازم يكون آمن ومستقر وملائم للاحتياجات الثقافية والاجتماعية للأشخاص المتضررين، نوفر مساكن دائمة، نوفر الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية. وممكن نستخدم نوع من أنواع الفولاذ اللي هو اللايت جادج ستيل LGS، ده بيعمل نوع من الفولاذ اللي بيتم تشكيله بحيث ان هو بنقدر نمرر صفائح فولاذيه من خلال سلسله بكرات، مما ينتج عنها الواح او انابيب او اشكال اخرى ذات سمك اقل من الفولاذ المصبوب او المجلف. فالالواح الفولاذيه ذات مقاسات خفيفه دي ليها شويه مزايا، زي ان وزن خفيف، خف وزن من الفولاذ المصبوب او المجلف، ده بيقلل الحمل على الهياكل وبيسهل النقل والتركيب وقوة عالية بالنسبة لوزنه، فده مثال للتطبيقات اللي بتطلب قوة عالية مع الحد الأدنى من الوزن وقابل للتشكيل والتكلفة بتاعته منخفضة. فنقدر نستخدمه في البناء وفي التصنيع وفي النقل، فهو مفيد جدا في إعادة الإعمار لأن هو عنده مقاومة عالية للشد، فيقدر يستحمل قوة شد كبيرة دون الانهيار، وفي مرونة ويقدر يمتص الصدمات دون كسر. طيب ممكن بعد كده نتنقل للنقطة اللي بعد كده، الطاقة البديلة. المدن اللي حصل فيها حروب متوقع يحصل فيها حروب تانية لا قدر الله، فبتحاول ان ما تحتاجش طاقة من بره، لازم تحتوي على طاقة خاصة بيها زي مثلا الطاقة الشمسية. لكن الطاقة الشمسية هو حل جيد وحل ممتاز لكن مش كافي. ليه مش كافي؟ لان لو انت عندك تكييفات، التكييفات محتاجه الواح شمسيه رهيبه، يبقى احنا بنفكر مع بعض، فممكن الالواح الشمسيه دي تبقى للاناره، تبقى للاجهزه بتاعت المستشفيات، تبقى للحاجات الاساسيه، لكن الطاقه الشمسيه مش هتكفي للمبنى، وبالذات لو في حاجه بتاخد زي تكييف بتستهلك طاقه كبيره. فالحل ان يبقى في حلول تانية تساعد مع الطاقه الشمسيه، يعني الطاقه الشمسيه هتكفي مثلا 20 أو 30%، يبقى في حلول تانية تكفي بقية الحاجات بحيث ما نحتاجش طاقة من بره. طيب في بعد كده مية الشرب، نبدأ بقى نفكر مع بعض الحلول عشان نوفر مية، محطة تنقية المياه، محطة تحلية المياه، دي حاجات أساسية جدا، لازم نوفر المياه للأماكن اللي حصل فيها ضرر. وبعد كده الردم أو الركام، كنت لسه بشوف تجارب في المغرب الشقيقة، ان الكوارث اللي حصلت عندهم بدأوا ان هم يستفادوا من الركام في اعادة البناء بتاعتها، ان هي خلاص الركام ده هيرموه فين، طب ما ليه ما نستخدموش تاني، ممكن يكون في خطورة على الصحة العامة والبيئية، فلازم الناس المتخصصة تبدأ تدرس الركام ده وازاي ان احنا لو هنخلص منه او نعمله اعادة تدوير او نستخدمه في مشاريع اعادة الاعمار. النقطة اللي بعد كده تصميم ملاجئ تحت الأرض، إن لو حصل الكارثة لا قدر الله يقدر ينزل في مكان مخصص، وده موجود في الكيان، ممنوع بناء أي مبنى أو أي منشأة غير لما يكون فيه ملاجئ تحت الأرض نقدر الناس تقعد فيها وفقا لظروفهم الصحية، وتبقى مهيئة بحيث فيها أكل جاف يقدر يكفيهم فترة طويلة، وحمامات وحاجات العلاج الصحي، الاحتمال ان هم يفضلوا فترة طويلة في الملجأ. طبعا دي رؤوس اقلام وحاجات بسيطة جدا، نتمنى ان احنا نتعاون مع بعض، لو حد عنده اي فكرة او ينتقد او يبدأ يفكر او لو عنده اي حاجة نبدأ ان احنا
ننظم الأفكار مع بعض بحيث يبقى حلول لأي حد عايز يعمل إعادة إعمار إن شاء الله.